ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا الجرس علشان كل حاجه انزلها توصل لكم ان شاء الله. النهارده بقى جبت لكم فيديو جديد وطريقه جديده هنعمل مع بعض ان شاء الله الميني بيتزا بكل سهوله ان شاء الله باللحمه المفرومه. طريقه سهله جدا جدا، مش هتكلفك اي حاجه خالص، حاجات سهله جدا وبسيطه. زي ما انتم شايفين معايا طبعا شكل البيتزا بتاعتي تحفة، هتبهر اطفالك كده ما شاء الله عليها. العجينة بتاعتها كانت متطعمة وجميلة، طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. لو عايزين بقى تعرفوا المقادير بتاعتي والمكونات، يلا بينا كده بقى نبدأ الفيديو ونقول بسم الله مع بعض. اول حاجة هنا ان شاء الله معايا انا هجهزها كده باللحمة المفرومة. طبعا انا مش هعمل معاكم التفاصيل علشان كنت انا عاملة معاكم تفاصيل البيتزا قبل كده اللي هي بالحجم العائلي. يعني انا معايا بقى هنا دي جبنة رومي وزيتون مخلي، ومعايا طماطم مقطعة شرايح وفلفل الوان وفلفل حراق برضو، ومعايا لحمة مفرومة معصجة وجبنة موتزاريلا، ومعايا صلصة البيتزا. طبعا دي العجينة بتاعتي ما شاء الله عليها، انا مطعماها كده وحطلها عجناها طبعا بمج لبن ونص كوباية زيت كده وبيضاية. عايزة تطعميها اكتر وتحط لها كده علبة زبادي برضو، بتديكي طعم احسن. كل ما تقدري تزودي العجينة بتاعتك منكهات كده بالذات للبيتزا هتديكي طعم جميل. وبعد كده بقى سبتها طبعا مع معلقة الخل والخميرة ورشة السكر، وبحط لها كده معلقة ثوم بودر وبصل بودر ونص معلقة بهارات صغيرة جدا عشان تطعم لي العجينة بتاعتي. بعد كده بقى سبتها خمرت حوالي ساعة زي ما شفتوا كده بالطريقة دي، وهبدأ بقى افرد البيتزا بتاعتي الميني زي ما انا عايزة. اعمليها بقى الحجم اللي انت عاوزاه بالطريقة اللي انت عايزاها. ممكن تفرديها كده في الصينية على طول، بس الصراحة انا حبيت اتحكم في السمك بتاعها كده وبعدين الاول انقلها في الصينية اللي انا عايزاها. لازم تعملي البيتزا كده وتروحي رافعة الحرف بتاعها لفوق شوية زي ما انتوا شايفين علشان الحشوة بتاعتها كده ما تروحش نازلة معاكي في الفرن اول ما تدخل معاكي الفرن. يعني هجيب صينية بقى كده وارشها رشة زيت خفيفة وبالشوكة كده، واعمل فيها فتحات بالطريقة دي كده علشان ما تعلاش معايا زيادة عن اللازم. على فكرة عايزة اقول لكم ممكن كده تحشي الطروف بتاعت البيتزا بتاعتك دي، تزوديها كده وتروحي حشي الطروف بتاعتها لحمة مفرومة برضو. ممكن اوريلكوا واحدة برضو ان شاء الله دلوقتي. طبعا طريقة سهلة جدا جدا والله العظيم للمبتدئين اللي مش بيعرفوا يعملوا البيتزا وبيخافوا بس من اسم البيتزا. على فكرة طريقة سهلة جدا، ممكن تعملي كده في اولادك في البيت طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها والفيروس والحاجات دي، فانت ممكن كده تعملي كل حاجة في البيت، ما تطلبيش اي حاجة من بره ولا دليفري ولا اي حاجة، انت اعملي حاجتك في بيتك بكل سهولة زي ما هتشوفوا معايا كده بالطريقة دي. ما شاء الله انا كده خلاص عملت. على فكرة ده حجم مني بس انا عاملاه زي ما انت عايزة بالطريقة اللي انت عايزاها. ممكن تعمليه كده او ممكن تصغريه جدا جدا في ميني خالص صغير، وممكن الحجم اللي انت عايزاه بقى اعمليه. انا هعمل برضو دول وهعمل حجم تاني اصغر منه ان شاء الله، علشان انا ما شاء الله العجينة بتاعتي عندي ما شاء الله عليها، يعني كانت عاملة معايا وفر كتير. عايزة اقول لكم برضو ممكن تحشي البيتزا بتاعتك جبن، ممكن تحشيها كده تونة، ممكن تحشيها
سجق، ممكن تحشيه اي نوع انت عايزاه بالجبن، ممكن تحشيها فراخ زي ما عملتها معاكوا قبل كده. اي حاجة بقى موجودة عندك ممكن تمشي الدنيا كده وتديك الطعم اللي انت عايزاه. اهم حاجة ان انت تطعمي العجينة بتاعتك عشان تديك الطعم كده زي ما بنشتريها من بره، بتطلع تحفة. طبعا انا بحب جدا بعد ما احط الصلصة بتاعتي، ممكن لو ما عندكيش صلصة ممكن تعملي تروحي دهنة الوش كده اول العجينة خالص، لازم تدهنيها كده بالصلصة او بالكاتشب. بعد كده بقى بحط عليها كل المكونات بقى، يعني في ناس تقولك لا احط الخضار الاول بعدين اللحمة فوق، على فكرة كلها توصل لنفس النتيجة اللي انا عايزاها، اهم حاجة الطعم بتاعها هيطلع ازاي. فانا رصيت كده كل حاجة، وبعد كده برضو حطيت شوية لحمة صغيرين برضو على الوش، وقطعت كده عليها شرايح فلفل، وزي ما انتوا شايفين كده برضو، ورشة الجبنة الموتزاريلا بتاعتي، عندك جبنة شيدر، عندك جبنة فارميزان، اي حاجة انت عايزاها حطيها عليها حبيبتي عشان تديكي طعم احسن، وزي ما قلتلك نكهي وخلي الحاجة بتاعتك تطلع بنفسك كده وتديها طعم احسن. اهو انا زودت برضو اللحمة بتاعها عشان تديني الطعم يعني الحلو، وتبقى فيها كل الفوائد لأولادي. حط بقى الجبنة بتاعتي فوق كده على الوش عشان تديني المطة اللي انا عايزاها، وتديلي طعم وشكل حلو في البيتزا. هكمل بقى كل الكمية اللي انت شايفينها معايا دي ان شاء الله، بس هصغر الحجم شوية بحيث انها تبقى اقل من اللي انا عملتهم الاول. هعمل بقى نفس الخطوات في البيتزا دي برضو، هدهن كده الوش صلصة، وبعدين احط كل المكونات بتاعتي زي ما انت حابة تحطيها بقى بالطريقة اللي تريحك، اهم حاجة ان انا اوصل للطعم اللي انا عايزاه. وده كان شكلها بقى، ان شاء الله هدخلها الفرن كده على فرن على درجة حرارة 180، يكون الفرن محمي سابقا. وبعد ما ادخلها الفرن كده اهدي عليها شوية صغيرة عشان تستوي براحتها. يلا بقى، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس وشغلي على الكل عشان كل الاشعارات توصلك ان شاء الله. زي ما انت شايفين كده ما شاء الله البيتزا بتاعتي اهي، العجينة بتاعتي خدت لون ما شاء الله عليها تحفة، وشايفين اللون بتاعها جميل جدا ما شاء الله، والله العظيم كان طعمها تحفة. طبعا انا كنت عاملة واحدة كمان كبيرة كده، قلت بالمرة علشان كنت يعني عندي ناس يعني ضيوف وكده، فحبيت بقى كده ايه اعمل لكم فيديو مختصر عن الميني، بس كانت الكمية معايا ما شاء الله عليها، زي ما انتوا شايفين كده الشكل عامل ازاي والطعم تحفة. طبعا انا مدياها لون جميل كده عشان تطلع معايا شكلها جميل. اول ما تخرجيها روحي كده جايبه فوطه تكون نظيفه عندك، وتروحي حطها عليها بس حوالي 10 دقايق، بتديكي بقى الطراوه اللي انت عايزاها. بس الصراحه انا بحبها مقرمشه كده وجميله، هي ما شاء الله برضو كانت زي ما انت شايفينها كده، العجينه بتاعتها ما شاء الله عليها كانت زي العسل. طبعا ده كان شكلها النهائي ما شاء الله، الجبنة بتاعتي سايحة في قلبها. قلت لكم ليها اكتر من طريقة واكتر من حشوة، ان شاء الله كده ربنا يوفقني وانزل لكم كل الوصفات اللي انت عايزينها. لو اول مرة تشوفوا قناتي لايك وشير وسبسكرايب. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.